كأنها صورة فوتوغرافية يا فندم. ده سيافة كيلاني. احنا قدامنا فرصة كبيرة مش هينفع نضيعها. احنا أول جهاز يبقى عنده صورة واضحة لسيافة الكيلاني. هو موجود في مصر عشان ينفذ عملية كبيرة. الأهم من ده كله إن هو ما يعرفش إن احنا أصلاً معانا صورة ليه، وده يخليه متطمن ويتحرك براحته. بالظبط يا عمر. المعلومات اللي عندنا إنه بيستهدف مؤتمر الغاز. ثانية واحدة، وإحنا هنتخطى عملية الصحراء الغربية كأنها ما حصلتش أصلاً؟ أيوه، عشان مش هي العملية الأصلية. على فكرة العملية دي عشان يلهينا عن حاجة تانية هتحصل كبيرة. ماشي، أنا موافقاك. بس السؤال هو ليه العملية دي تحديداً؟ هو كان ممكن يعمل حاجة أبسط وأسهل من كده بكتير. لا، على فكرة السؤال الأهم، إشمعنى الصحراء الغربية بالذات؟ ليبيا. ليبيا هي المفتاح. العالم كله دلوقتي بيناقش عمليات نقل المرتزقة، والكل مستني رد فعلنا. يعني هو بيحاول يشغلنا باللي بيحصل جوه مصر علشان يلهينا على اللي بيحصل بره. أو شحن الرأي العام بوضع أمني غير مستقر في مصر. هو كل هدفه إنه يخلق نوع من الخوف والرفض تجاه أي حاجة بتخلينا نفكر نتدخل جوه ليبيا. وده يفسر طبعا الطريقة الانتحارية اللي اتنفذت بيها العملية. درما رجالته وسط النار وسابهم ومشي. أكيد طبعا المقابلة بقى كبير جدا بعد كده. تمام. أنا موافق على كل اللي بيتقال. وأوصل وجهة نظرنا لزمايلنا المسؤولين عن ملف ليبيا. نيجي بقى للعملية اللي جاية. أنا لحد دلوقتي مش متخيل إزاي هو شايف نفسه يقدر ينفذ عملية زي دي. بالعكس عادي. مؤتمر الغاز هدف منطقي جدا. الإعلان عن منتدى غاز الشرق المتوسط هو إعلان إن مصر بقت أكبر مصدر للطاقة في المنطقة. أنا مش بتكلم على أهمية المؤتمر. أنا بتكلم على إمكانية تنفيذ عملية زي دي جوه مصر. الحدث متأمن على مستوى عالي جدا. يعني صعب حتى تقرب منه. طيب ايه الامكانيه ان احنا ناجل ميعاد المؤتمر بحيث ان احنا يبقى عندنا فرصه نشوف احنا هنامنه ازاي ونبقى فوتنا له الفرصه كده؟ يبقى عملنا له اللي هو عاوزه. هو ايه هدفه من العمليه؟ انه يثبت ان مصر مش عارفه تحمي ارضها، وبالتالي العالم كله هيراجع قراره ان مصر هي مركز الطاقه في المنطقه. هو ده اللي هو عايزه. صح. انا عن نفسي شايف ان العمليه اللي عايز ينفذها ملهاش علاقه اصلا بالمؤتمر ولا بتامين المؤتمر. يعني ايه يا عمر؟ لو احنا دلوقتي عايزين نعمل عمليه ونبوظ المؤتمر هنعمل ايه؟ يعني ابسط حاجه هي عمليه تفجير صغيره جنب المؤتمر او اغتيال احد الوفود. على فكره وده مستحيل طبعا. ايوه، امال هو هيعمل ايه؟ هو على فكره مش محتاج يعمل اي عمليه ليها علاقه بالمؤتمر، ولو عمل اي عمليه في اي حته في مصر ونجحت يبقى المؤتمر باظ كده كده. ايوه، بس يعني هو كده بيصعب علينا الموضوع جدا. يعني هنبص احنا فين ولا فين؟ احنا كده لا عارفين المكان ولا الزمان. معاك حق في موضوع المكان عادي، انما الزمان لا. هو لازم ينفذ يوم المؤتمر. كلهم طمعانين بالمجد، كلهم بيحلموا يحصلوا على شرف لقب الضابط اللي أوقع بسياف الكيلاني. أغبياء، الطمع ابن الغباء. وأنت كمان غبي مثلهم.